أخبار اليوم. الشيخ خالد الجندي البقاء لله في أسامة شيحة. تقول الله عليه رحمة الله. تقول إيه لأهله الأستاذ أشرف شيحة؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده بفسيح جناته. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى جنازة أثنى عليها أهلها خيرا فقال وجبت، فلما سألوه عن ماذا قلت وجبت يا رسول الله قال أي وجبت له الجنة. إذن ألسنة الخلق هي أقلام الحق وهم شهود الناس، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كل الناس تشهد مع حبيب الملايين لأنه رحمه الله عليه رحمة واسعة كان يعني مثالا للخلق والمحبة والطيبة والإحسان. رحمة الله عليه كان له من المحبة رصيد يشهد له فيه القاصي والداني. أعتقد أن هذه شفاعات كثيرة تنتظر فقيدنا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. رحمة الله عليه نشهد لله عز وجل بأنه كان من أهل الرضا ومن أهل الإحسان ومن أهل الإسلام، وكفى بالمسجد الذي شيده ويصدح بهذا الأذان وإقامة الصلوات شاهدا له يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار، يعني ولو كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا به على الإيمان والدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بدد غربته وأذهب وحدته وأسكن وحشته وأنه ظلمته وأسكن وحدته وأسكن وحشته واجعل الجنة مثواه. اجعل له يا ربنا في قبره مؤنسا وشفيعا وإلى الجنة طريقا وعلى الصراط رفيقا، وألحقنا به غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدرين ولا مضيعين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لهم لنا وله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.